السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده شوف كم موقع بيعمل لك برزنتيشن بشكل قوي جدا وسهل، وكل مطلوب منك بس تقول له انا عايز اعمل برزنتيشن ده مثلا عن الجرائم بتاعت ريا وسكينة مثلا، هو يبدأ يعمل لك حاجة زي كده. ممكن تقول له انا عايز حاجة عن التصوير الرقمي، عايز برزنتيشن عن المناخ، عادي جدا. مرة اديت قبل كام محاضرة في بريطانيا عن السبلاي تشين، تمام، كنت شعره ساعتها يعني السبلاي تشين، اكيد يعني كنت محضر كويس يعني. بس المهم يعني انا بتدي له الموضوع، هو يبدا يعمل لك ايه، بيروح للشات جي بي تي يقول له والله اديني المقالات او اديني كتابه عن الموضوع المطلوب دوت، ويبدا ان هو ينظمها في كذا شريحه، تمام. يعني خلينا نقول له مثلا سبلاي تشين، تمام. انت ما كتبتش حاجة يعني، انت مجرد بس اديته العنوان اللي مطلوب منك تقوله في المحاضرة، وهو يبدأ بقى يسأل شات جي بي تي وينظم لك كام شريحة. طيب بيقول لك بيسألك بعض الأسئلة عشان ايه، يدي لك البرزنتيشن مظبوط. انت هتتكلم عن ايه، سبلاي تشين، تمام. طب انت ممكن تتكلم عن حاجات معينة، بيديك شوية اقتراحات. لا انا عايز سبلاي تشين، عجبنا انا سلسله التوريد. طيب مين اللي مهتم بالحاجات ديت، تمام. الاختيارات كلها تابعه للموضوع فعلا المطلوب، تمام. فدي دليل ان هو قدر يستوعب الموضوع، مش حاجات جاهزه، مش قوالب جاهزه، تمام. فده يدل ان هو فعلا رجع للذكاء الاصطناعي واختار الحاجات ديت. عايز البرزنتيشن قد ايه، تمام، 40 دقيقة. اختار التمبليت، طبعا التمبليت كده كده انت تقدر تعدله بعد كده، لكن هو بيقول لك بداية، بيقول لك بس استرخي وانا اعمل لك البرزنتيشن وبس، يعني مش هطلب منك اكتر من كده. الاخطبوط اكتبس هيظبط لنا الموضوع. طيب على ما هو يعمل، تعال نشوف موقع تاني، design.ai، وده برضو فكرته نفس الموضوع، بتدي له العنوان بس الشريحة. طيب انا لسه شرب قهوة، هنختار الشكل دوت، تمام. هو بيساعدك بقى في ان انت تعمل البرزنتيشن بتاعك، هتلاقي فيه ان انت تحط تكست اليمنت كل العناصر اللي انت عايزها، تمام. وبعد كده ممكن تقول له بلاي ويخلينا نقول له باك. والموقع دوت مش بس برزنتيشن، انت ممكن تقول له بلانك لي اوت، عايز اعمل كارت، عايز اعمل حاجات مثلا هوم لايفنج، حاجات خاصه بلينكد ان. الموقع فيه تصميمات كتيره جدا لمواضيع كتيره جدا، تقدر مجرد تختار منها يبدا يعملها لك وتعدل بس التكست والكتابه. طيب بيوتفول اي اي ده هوت بيعمل جينيريتيف اي اي برزنتيشن، تمام. كل عليك تكتب بس العنوان اللي انت عايزه، هو يعمل لك كل السلايدات اللي انت عايزها، تمام. ده برضو من الموقع السهل جدا بالاستخدام. طيب خلينا نبدأ. في بعض التصميمات اللي في سهلة الاستخدام بالشكل ده، تمام، لكن هو بيقول لي لازم تحط معلومات الفيزا قبل ما نبدأ نشتغل. طيب نروح بعد كده لسلايد جو وتقول له يلا نعمل برزنتيشن، هيقول لك اختار التوبك اللي انت عايزه واختار الستايل وانا اعمله لك، اكتب اي حاجة انت عايزها، اي توبك. يقول له انا اعمله لك بس اعمل لوج ان عشان تقدر تعمل له داونلود. بيعمل لك البرزنتيشن اوت، عمله كاملا. بالشكل ده